إن شاء الله راح نتكلم عن الغازات والانتفاخات عند الأطفال. طبعا عند الأطفال الرضع سوى يعني من يتغذى منهم على حليب الأم أو الذين يعني يرضعون من الرضاعة يبتلعون الهواء وهم طبعا يرضعون، وقد يلزم ذلك يعني شيء من المضايقة إذ لم يعني يطردوا الهواء عن طريق التركيع، وذلك بأن يعني يوضع الرضيع على كتف أمه أو على المرضعة وتربط على ظهره برفق مرتين أثناء الرضاعة ومرة بعد يعني انتهاء من الرضاعة، وأحيانا يعني يكون وجود الهواء في البطن لدى البالغين رد فعل بسبب الأطعمة الجديدة التي أول مرة ممكن يأكلها البالغ، ممكن تسبب نوع من أنواع الغازات والانتفاخات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.